طول ما انت عايش هتقابل بشر اشكال والوان، وعشان تعيش وسط البشر دول انت دايما مضطر تتعامل مع كل شكل ولون هتقابله. المهم انك تبقى دايما كسبان وما تخسرش. انا اللي قابلته في حياتي مفيش بني ادم يستحمل. لو انت هترفض تساعدني عايزك تديني فرصه. يا سلام، انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. انا ما يهمنيش غيرك، مش عايز الدنيا دي كلها حد غيرك. الحمد لله رزقتني بملكة جمال. بقى لي شهرين مريش غيرك. انت اوف. لا انا اودك في 60 دقيقة. مين اللي انت كنت مجوزاه لي ده؟ مين اللي بالله اللي عملتيه في نفسك وفيا؟ انا مالي؟ لا مالي. وانا كنت قتلتك وانت شايف ان انا اللي قتلت امي. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ عشان انت ست واطية وما وصلتيش العشرة. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. حسن هي طلعت اوسخ مني ومني. انت ايه؟ ولا مفكر نتجوزها. معرفش كان ممكن يحصل لي ايه لو ما كنتش قابلتكم. انا ما اقدرش اعد الستات اللي عرفتهم في حياتي. ليه بقى انتي بالذات تعملي فيها كده؟ ما اقدرش اقول اني حبيته، بس لسه بفكر في الحسن. الحرباية رمضان 2017 ولسه